السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الأخوة، هذه المناسبة نستفيد منها للجولة حول المكان، حول المنطقة. والمنطقة عرفتم يعني هي جميلة، جميلة للغاية، جميلة للغاية، لكن في بعض الأجزاء الشوارع بسبب الأمطار تخربت ما شاء الله. هذه انظروا مناظر جميلة، أو البساتين هنا وهنا، البساتين هناك وهناك، وهذه الشمس في الساعة الخامسة بعد العشر طبعا. وبعد هذا إن شاء الله نبحث عن مكان آخر هي أجمل من هذا إن شاء الله تعالى. طيب، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.